طيب ناخذ هلا هذا المثال. هذا مثال ماخوذ من اوغاتا، من كتاب اوغاتا. عندي اول ماس وهي راح اسميها ام 2. عندي الماس الاولى، الماس الاولى والماس الثانيه. عندي هون سبرينج كي 2، وعندي هون دامبر دي، وعندي هون سبرينج كي 1. طبعا هذا هون ريفرنس فيكست. في عندي فورس راح اثر بفورس تساوي الفا في يو، فصار هذا كانه الانبوت. عندي هون راح اخذ اكس 1، مهم جدا طبعا اني احط الاصطلاح تبع الاتجاه. فهذه عندي هون اكس 1 اوف تي، وهاي راح اسميها اكس 3 عشان اسمح اني اخذ اكس 1 دوت واكس واكس 3 دوت. ضلش عندي شيء معلومات. هلا المطلوب من السؤال انه نبني ستيت سبيس موديل، نبني ستيت سبيس موديل لهذا السيستم. الانبوت فيه كم انبوت له؟ واحد. وراح اعتبر هذول الاثنين تو اوتبوت، فراح اسمي هذا واي 1 اظن انا مسميه في النوتس، وهذا واي 2. فهي عندي مثال على سيستم له تو انبوت، له 1 انبوت و2 اوتبوتس منهم. هلا شو الاوردر تبع السيستم؟ هون عندي 4، عندي 4 لانه عندي، لاحظوا هذا الزنبرك اندبندنت من هذا الزنبرك. لو كان هذا الزنبرك ان باراليل مع هذا الزنبرك بحولهم لزنبرك واحد، فصفى ما بعطيني اكسترا ديجري اوف فريدم. زنبركين ان باراليل زي تو كاباسترز ان باراليل او تو اندكترز ان باراليل او سيريز بحولهم لا، بس هذا اندبندنت. فالاوردر تبع السيستم عاده طبعا في استثناءات، هو عدد الانرجي ستورينج اليمنتس. هل هذا انرجي ستورينج؟ لا. اذا هي دي انرجي ستورينج اليمنت 1 2 3 4. هلا عندنا هون رح ناخذ، رح نحط ال، رح ناخذ x1 of t dot يساوي x2 dot x2 of t. رح احط x1 dot of t يساوي x2 of t، و x3 dot of t يساوي x4 of t. شو يعني ايش x2؟ ايش هاي معناها؟ هاي السرعة مش هيك؟ فهاي اللي هي كأنها v1 of t وهاي v3 of t. اوكي؟ ماشي، اللي هي سرعة النقاط. هلا بدنا نيجي ناخذ الماسز، رح نعمل ايكويشن لهاي الماس ورح نعمل ايكويشن لهاي الماس. سم اوف ذا فورسز اللي بتاثر على الماس رح ناخذها اللي هي بتساوي التسارع تبع هاي الماس. رح اخذ الان هلا ام 1. هلا انا عندي هون اكس 3 اوف تي، اكس 3 اوف تي، اكس 3 اوف تي دوت شو بيساوي؟ اكس 4 اوف تي. بس اكس 4 اوف تي دوت شو بتصير؟ هاي شو صارت؟ acceleration. اوكي، اذا هاي هلا بدها تساوي، لاحظوا هلا هاي عم نحكي احنا بهذا الاتجاه، فبدنا نشوف شو الفورسز اللي بتاثر عليها الان. عندي في هذا الفورس اللي من الزنبرك، وفي هاي الفورس من الزنبرك الثاني، وفي هاي الفورس من الدامبر. مزبوط، الكل واضح؟ هلا بدنا نشوف. اول شيء خلينا ناخذ هاي اسهل شيء. عندي اكس 3. هلا اذا اكس 3 كانت بوزيتيف في الاتجاه اللي احنا حاطينها فيه، كان هالماس ايش راحت؟ كانها ضغطت الزنبرك بهذا الاتجاه، ايش راح يكون رد فعل الزنبرك؟ في هذاك الاتجاه، اذا هذا راح يساوي عندي ماينس اكس 3 اوف تي مضروبه في كي 1. اوكي، هي اول، هذه فورس من هون. خلينا بس نتاكد واحنا ماشيين مضبوط. هلا عندي ام 1 اكس 3. هلا هاي ممكن احطها اكس 3 دوت، ممكن احطها اكس 4، عفوا ممكن احطها اكس 3 دبل دوت او اكس 4 دوت. راح احطها بهذا الشكل عشان نبدا نجهز المعادلة النهائية. طيب نطلع هون، هلا شوفوا ايش راح افترض. راح افترض انه x1 كانها اكبر من x3، فلو طرحت x1 ماينس x3 فكانه شو صار بهذا؟ ضغط بهذا الاتجاه، فصار عندي هون x1 of t ماينس x3 of t هذول مضروبين في k2، راح افترضهم منهم ماينس. ماينس اكس 3. انا عمالي بقول انه التسارع تبع هاي راح يساوي مجموع الفورسز. مزبوط، تسارع ام 1 في اكس دوت 4 على اليمين. اوكي تمام، هسه تساوي سالب اكس 3. ليش سالب؟ لانه هي بالعكس، لانه اكس، تمام، اكس 4 وين اتجاهها؟ على اليمين.
ايش وين اكس 4 اتجاهها؟ رح يكون اكس 3 واكس 4 هيك. هلا اذا كانوا اكس 3 واكس 4 بوزيتيف شو رح يصير بالزنبرك؟ رح يمتد الزنبرك مزبوط، واذا امتد الزنبرك رح يسحب بهذاك الاتجاه المعاكس له مزبوط. هلا لو انك راسم اكس 3 هيك صفة X3 رح تضغط بهذا الاتجاه بس رح يصير نفس الاشي سبرينج رح يصير معاكس لي رح يكون معاكس لي اوكي. فاحنا عمالنا بنحط المعادلة اللي بنحطها هون هي M في A بتساوي مجموع كل الفورسز اللي بتأثر على هذا الجسم. بس خليني أتأكد انه X1 و X3 مضبوطة عندي اللي حاططها هون. انا حاطط X1 X1 minus X3. خليني أتأكد هلا X1 minus X3 الزنبرك رح يسحب الماس بهذا الاتجاه مظبوط. اذا كانت x1 اكبر من x3 شو رح يصير بهذا الزنبرك؟ رح يسحب بهذا الاتجاه. فشو رح يعمل في الماس هاي؟ تمام. يعني لو عندي زنبرك وحاولت اشده من هون اذا عملت له اكستنشن رح كانه يسحب، فرح يسحب هاي الماس بهذا الاتجاه مظبوط. اذا هذه غلط عندي الاشاره هون x3 او اذا بدك هون تحطها. هلا صار عندي x1 minus x3. X1 إذا كانت أكبر من X3 رح يمتد الزنبرك، فلما يمتد الزنبرك رح يسحب الماس M1 بهذا الاتجاه و M2 بهذا الاتجاه. إذا سحب M1 بهذا الاتجاه صارت بنفس اتجاه X3. ماشي واضح؟ هاي مهمة جدا. إذا ما اشتغلت بهاي صحيح رح تلاقي المعادلات غلط. رح نفترض إنه X1 أكبر من X3. X1 minus X3 صارت عندي التغير اللي رح يصير في هاي المسافة. إذا كان هذا بوزيتيف معناها K2 رح تمتد، وإذا امتدت K2 رح تسحب M1 بهذا الاتجاه ورح تسحب M2 بهذا الاتجاه. مش الزنبرك ايش بيحاول يرد يعمل؟ بيحاول يرد يرجع لطوله مش هيك؟ إذا حاول يرجع الزنبرك لطوله رح يسحب M2 بهذا الاتجاه و M1 بهذا الاتجاه. إذا هاي رح تكون إشارتها بوزيتيف مزبوط. فبكون عندي X1 minus X3. بعدين عندي نفس الشيء بالنسبة للدامبر B رح أضربها، بس الآن رح أضربها في إيش؟ x1 dot minus x3 dot. واللي بدك اياهم نشيلهم نحطهم محلهم x2 عشان نتخلص من هاي. فمحل x1 dot رح نحط x2، ومحل x3 رح احط x4. خلص هاي الفورسز الثلاثه، فورس وفورس وفورس، هدول الثلاث فورسز. هاي واحده، هاي اثنتين، هاي ثلاثه، بتاثر على m1 بتعطيني x4 dot. وx4 dot بهذا الاتجاه اللي هي الاكسلريشن. هاي عندي أول معادلة. هلا هاي ملاحظ فيها انها جاهزة، جاهزة بالشكل اللي بدنا اياه، مش هيك؟ في عندنا اكس. هلا ممكن مثلا نتخلص من M1، أو خليني أحط تحتها. فهاي راح تصير عندي هلا X4 دوت بتساوي، هلا كلهم هدول راح يكونوا مقسومين على، راح أقسمهم على M1. راح تصير عندي هلا هاي، هلا عندي هون X3، خلينا نجمعهم او خليني اكملها واعملها بشكل مرتب. هلا عندي هون minus x3 of t في k1، بعدين عندي plus k2 x1 of t minus k2 x3 of t plus b x2 of t minus b x4 of t. مظبوط. نجمع التيرمز المختلفة. وين عندي x1 x4 x2 x3 x1؟ فبتصير عندي هاي plus k2 x1 of t. بعدين ايش عندي؟ وين x2؟ b plus b x2 of t. وين x3؟ 4 2، هاي 3 وهي 3 اللي هي minus k1 plus k2 في x3 of t. وايش ضل عندي بالاخر؟ فيش غير واحدة K4 مظبوط، X4 اللي هي minus B X4 of T. وعندي هون ألفا U رح تكون 0 في ألفا U of T، وهاي تساوي X4 dot. وبتصير هاي على M، هاي على M، هدول على M، هاي على M، هاي على M. أوكي، هاي أول معادلة عندي حطيناها بالشكل عشان عم نطلع منها ايش رح نطلع منها بعدين. هذا سطر من اسطر ايه، وهذا سطر من اسطر. اوكي، المشكلة احنا عندنا حجم اللوح. خلينا ناخذ هون نرسم، نحط المعادلة الثانية.
راح اخذ المعادلة الثانية. هلا المعادلة الثانية كمان عليها 3 forces. لاحظوا F ألفا U. هلا هي U of T ضربناها في ألفا، ما بعرفش ليش هو اختار في هاي المسألة تبعته جاتا يضرب في ألفا. بدك تضرب يعني بدك تحولها لإشي ثاني أو تعتبره، احنا راح نخلي احنا ألفا، فكأنه ألفا هي constant مضروبة في U of T. فالفورسز اللي بتأثر على هذه M2 راح نعمل زي ما عملنا هناك، فراح ناخذ الآن M2 ايش الهاي، هذه عندي X1 دبل دوت أو اللي هي نفسها X2 وصارت عندي هاي X2 دوت بتساوي مجموع الفورسز. هلا ناخذ الألفا يو حطها هون إذا بدك. هلا ناخذ البقية. هلا عندي هون في عندي الفورسز هذول راح يكون عندي هلا نفس الشيء. إذا أخذت الآن X1 ماينس X3 وين راح يصير الزنبرك عم بشد فيه؟ فالمفروض هذه تكون ماينس K2 X1 of T ماينس X3 of T. تأكد من هذه المعادلة. حطينا عليها ماينس صارت عندي ماينس X1 بلس X3 صحيح. وبعدين الثانية راح تكون نفس الشيء، راح تكون عندي هاي حطها هون ألفا U of T هاي واحد، وبعدين عندي هون راح تكون كمان ماينس B في X1 of T dot ماينس X3 of T dot زائد. هلا محل هذول بدنا نتخلص منهم، فمحل X1 dot راح نحط X2 ومحل X3 راح نحط X4 وخلص هيك جاهزة عندي. هلا احطها راح تصير عندي هلا X2 of T dot في M2 بتساوي بدنا نجمع هلا X1. وين عندي X1؟ ما فيش عندي X1 غير هاي، مش هيك؟ هي ماينس K2 X1 of T. بعدين عندي X2 راح يجيني ماينس B X2، مزبوط؟ X2 of T. بعدين X3 راح يجيني ماينس ماينس بلس K2 X3 of T. واخر شيء راح يجيني ماينس ماينس بلس B X4 of T بلس الفا U of T. هلا نقسم على M2 فبنخلص من هاي، بتصير هذه على M2 هاي على M2 هاي على M2 وهاي على M2 وهاي على M2، مظبوط؟ هيك ضل عندنا اشي، صارت عندي هاي معادلة وهي معادلة، هاي طبعا فيها X2 هاي X4. شو المعادلات اللي ضلوا اللي بدي أضيفهم؟ هم هدول. فصار عندي إذا بدك تحط هلا إحنا كيف نرتبهم؟ خليني أرتب هاي X1 دوت بتساوي، ما بتساويش غير X2، فهي 0 X1 زائد X2 of T زائد 0 X3 of T زائد 0 X4 of T زائد 0 U of T. وX3 dot of T بتساوي 0 X1 of T زائد 0 X2 of T زائد 1 مش لا 0 X3 of T زائد 1 X4 of T زائد 0 U of T. هلا جاهزين نطلع ايه؟ حتى نطلع ايه خلينا احط ايه هون، حط ايه وبي بعدين نرجع للسي ودي. نحط الان ايه، قديش الدايمنشنز تبعت ايه لازم تكون؟ 4 في 4 مش هيك؟ نطلع ناخذ اول سطر، هاي اول سطر 0 1 0 0. السطر الثاني ماينس كي 2 على ام 2 ماينس بي على ام 2 كي 2 على ام 2 وبي على ام 2. الثالث 0 0 0 1 والاخير اللي هو المعادلة هاي مش هيك؟ K2 على M على M M1 M1 هاي كانت مش هيك؟ لأن بدينا بـ M1 B على M1 ماينس K1 بلس K2 على M1 وآخر إشي ماينس B على M1. هاي هذا الجزء. بعدين عندي نطلع على بي، بي عندي أول واحدة زيرو، ثانية ألف على M2، بعدين عندي زيرو وزيرو مش هيك؟ هاي صار عندي A و B. إيش ضل؟ هلأ عندي هون مباشرة بقدر أحط دي بتساوي زيرو زيرو مش هيك؟ راح تكون خليني أكمل هلأ نمحي اللوح ونرجع.